وللتعليق على الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من الدوحة المعارض السوري والمستقل السيد خليل المقداد. أهلا بكم سيد خليل. بداية، بالأمس تحدثت الأنباء عن وثيقة تضمنت تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في عملها، واليوم تأكد فشل تشكيل تلك اللجنة. ما توقعاتك لفشل هذه اللجنة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. يعني كل الحديث هذا الذي يدور على حول تشكيل لجنة دستورية ومناقشة الدستور كتبته روسيا، ويعني تعيين المندوبين من قبل روسيا، كل هذا لا يمكن أن يؤدي إلى حل، لأنه لن يلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب السوري، وبالتالي هناك عملية الشد والجذب بين روسيا والغرب، الغرب الذي أو أمريكا تحديدا الذي يريد أن يقول للجميع نحن من يقرر متى يكتب الدستور وكيف يكتب ومتى يكتب ومتى يعود اللاجئون وكيف سيتم الإعمار إن كان سيكون إعمارا. هكذا يعني الأمر منوط بالصراعات والتجاذبات الدولية. ولا ننسى أن الجولة السادسة من اجتماعات جنيف التي كانت مخصصة للحديث عن انتقال سياسي للنظام خصصها ديمستورا، أو فاجأ الجميع بالحديث عن آلية تشاورية لمناقشة الدستور وتعيين موعد للاستفتاء عليه. هذا الدستور الذي لم يعلم أو لا يعلم الشعب السوري عنه شيئا حتى الآن. سيد خليل، هل تعتقد أن دول جنيف تستطيع أن تحل الأزمة السورية بعيدا عن الفاعلين الحقيقيين في الأزمة؟ وأقصد هنا تركيا وروسيا وإيران. بكل تأكيد لا. يعني الآن نحن أمام اجتماع، ربما فشلت هذه الاجتماعات، اللجنة السباعية الغربية تحديدا مع ديمستورا. لا ندري سر هذا الفشل، لأنه كان هناك مقترحات يعني جديدة، قطع العلاقات مع إيران، تقليل صلاحيات الرئيس، زيادة صلاحيات رئيس الوزراء، تقسيمات مناطقية وزيادة صلاحيات اللجان المناطقية والحكم الذاتي والأقليات والنساء إلى ما هنالك. الآن لا يمكن الحديث عن أي نجاح لهذا الدستور ما لم يكن هناك أولا موافقة للسوريين، لأننا غير معنيين بأي دستور يخطه لنا المحتل الروسي الإيراني الأمريكي. هذا دستور يجب أن يكتبه أبناء البلد وأن يوافقوا عليه أولا. لا يمكن أن نوافق أو لن توافق الأغلبية العظمى من الشعب السوري على دستور علماني يخطه لنا راقصة وممثل، هذا أولا. ثانيا، هناك تنسيق روسي إيراني تركي، وسنشهد يوم الاثنين اجتماع تركي روسي في روسيا، سيكون هناك بهذه النقطة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع تركيا لحل الوضع في إدلب. إلى أي مدى ترى جدية روسيا في تجنيب إدلب مجزرة محتملة؟ أعيد السؤال، انقطع الصوت. سيد خليل، أرجو أن تعيد السؤال. طيب، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث أن بلاده تعمل مع تركيا من أجل عقد مشاورات ومباحثات لقضية إدلب. هل تعتقد أن روسيا جادة بتجنيب إدلب مجزرة قد تكون محتملة؟ طبعا روسيا وأنصارها إيران والنظام الأسد المجرم، لو علموا أنهم قادرون على اجتياح المناطق المحررة لفعلوا، ولم ترددوا لحظة واحدة، وجميعنا يعلم مدى الإجرام الروسي. لكن هناك أيضا الدور التركي حاليا يحاول أن يعني يتمتع بشيء من الأخلاقية تجاه السوريين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك عشرات ألوف المقاتلين الذين ليس لهم مكان آخر يذهبون إليه، وهؤلاء هم الذين رفضوا البقاء تحت وصاية النظام وسيقاتلون حتى النهاية، أو الآلاف منهم سيقاتلون حتى النهاية، وبالتالي هناك أضعاف عدد قوات النظام التي ستهاجم. يعني في حال اندلعت المعارك، وأنا هنا يعني أحبذ ألا ننتظر حتى يحصل الهجوم البري، يجب أن تفتح الجبهات، وإذا ما فتحت الجبهات فوالله إنهم قادرون حتى على تحرير الساحل. وروسيا تدرك هذا الأمر، ويبدو أنها وصلتها رسائل
يعني استخباراتية قوية تفيد بأنها لن تستطيع التحرك باتجاه إدلب في معركة كسر عظام أو معركة نهائية، لذلك هم سيعطون الوقت للضفادع، عسى نعم. أن يكون الاختراق من الداخل، وعسى أن يكون هناك نجاح للمساعي التركية بفصل مثلا الجهاديين او المهاجرين عن هيئه تحرير الشام وباقي الفصائل الى ما هنالك، لكن هذا الامر ايضا محفوف بالمخاطر ولن يكتب له النجاح بسبب وجود الاف المقاتلين من مشارب متنوعه متعدده، ولا بد للحديث عن الحراك الثوري الذي حدث يوم الجمعه، وهذا كان ايضا يعني خطوة رائعة، لكنها كانت مناسبة للضفادع لكي يتسلقوا على الثورة ويعيدوا إنتاج أنفسهم ويقدموا أنفسهم كثوريين من جديد، وهؤلاء هم من سيغدر بالثورة. أخيرا سيد خليل، ما توقعاتك لأزمة سوريا في ظل تحولات كبيرة الآن من المجتمع الدولي، ومن يريد أن يكون له دور جديد في سوريا؟ أنا أعتقد أن الصراع على النقود والمكاسب سوف يؤدي إلى مواجهة بين هذه الأطراف إن عاجلا أو آجلا، ثم طالما أن هناك مقاومة، طالما أن هناك فصيل واحد يقاوم، فلن يكون هناك استقرار. ثالثا، هناك الآن القوات الأمريكية تقوم ببناء وإنشاء نقاط وقواعد عسكرية جديدة في الرقة ودير الزور وفي مناطق متعددة، ووسعت القواعد القديمة، وهذا يدل على أنها باقية وأنها لن تغادر المنطقة، يعني حتى عندما تقوم بإنشاء قاعدة رادارات عسكرية فهذا يعني أنها ستبقى لوقت طويل جدا، وبالتالي الخلاف على الغنائم بين اللصوص سيؤدي إلى اقتتالهم في النهاية، وإنا لنرجو من الله ذلك. وصلت الفكرة سيد خليل المقداد المعارض السوري المستقل، شكرا جزيلا لك.